أخبار اليوم. البقاء لله في عمنا حسن مصطفى، الفنان الجميل، الإنسان الطيب، الودود، المحترم، اللي مفيش حد من زمايله أو جيرانه أو أصدقائه إلا الحمد لله بيكن له كل حب، لأنه هو كان بيكن كل الحب والاحترام للصغير قبل الكبير. طبعا مش هنتكلم عنه كفنان، لأن أعماله باية والناس حاسة بأعماله، وعمل كل شيء زي ما بنقول فنان من العيار الثقيل. ربنا يرحمه ويسامحه ويكرمه ويدخله فسيح جناته. البقاء